انا متشرف بوجود فضيله العالم الجليل الدكتور مجدي عاشور يا مساء الخيرات واهلا بحضرتك معانا مساء واهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين اهلا بحضرتك, أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا. احنا النهارده هنتكلم مع الدكتور مجدي عن حاجه جميله جدا فكره القلب الصافي والنيه الصافيه وبقينا بنسمع مؤخرا شكوى من كتير من الناس بيشتكوا من سوء نواياهم تجاه بعضهم البعض فعايزين نبتدي باهميه صفاء النيه اصلا يعني ايه النيه الصافيه ايه المقصود بيها وهل صفاء النية دليل على صفاء القلب ولا إيه الحكاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول علي الله, الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طبعا الموضوع من الأهمية بمكان ليه؟ لأنه متعلق بأمر داخلي مش كل الناس يجيده أو يحسنه أو مش عارفه وهو موضوع القلوب والقلوب لا نقصد القلب السنوبري ده بس لا ده اللي داخل القلب السنوبري والذي يسري في الجسد كله نسميه قلب كده اللي الحاجه المخفيه اللي هو القلب والنيه لذلك أي. قالوا ايه لا يطلع على النيه الا رب البريه مفيش حد يطلع على يعني النيه الا يعني رب يعني البريه طب. سبحانه وتعالى أي. فلما كان القلب بقى هو محل النيه احنا عندنا النيه ليها احكام من ضمن احكامها محل النيه فين مكانها فين قال لك القلب لذلك لا يطلع على نيه حضرتك جوه الا ربنا، معنا ما هي مش المفروض تبقى النيه حتى لو بنتكلم بال... عارف انت حضرتك ال... 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 في تعبيرات شعبيه كده من... من ضمنها فكره النيه واين تقع بالضبط في جسد الانسان. على ذكر التفصيله دي هو مش المفروض تبقى النيه محلها العقل من منطلق ان انت او فضلتك انتويت شيء معين معنى كده ان انت فكرت فيه وحسبته وخدت تجاهه قرار. احنا عندنا العقل والقلب متداخلين. الفطرة السليمة مش بنتصرف بالقلب بس ومعنى العقل لان الامور الصحيحة هي التي يعني يتفق عليها العقل والقلب ممكن القلب لو اتفق لوحده هيبقى عاطفي شوية العقل لو اتفق لوحده هيبقى جاف شوية فربنا حملنا لنا العقل والقلب الثنائية دي عشان تبقى في جانب عاطفي وجانب عقلاني يحصل توازن النية نفس الحكاية بس العلماء قالوا النية محلها القلب القلب ده ايه العلماء اختلفوا فيه، هل هو القلب الصنوبري ده اللي جوه في الناحيه الشمال؟ هل هو كل الجسد؟ هل هو ما يسري حتى الى العقل؟ قال كله قالوا كده مفيش اختلاف في الحاجات دي كلها، او يعني اراء كتير والراجح منها ايوه يشمل كل ده، والعقل نفسه هيخش في القلب والنيه هتخش في الاثنين، بس قالوا للتفهيم قالوا النية محلها القلب. طيب محلها القلب ليه؟ عاوز يقول لك قلبك مش مطلع عليه حد كتير ما حدش بيطلع عليه اصل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. مش هيقدر يشوفه الا بقى لو كان نبي زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده بيشوف في الصدر كده في القلب طبعا. يعرف على طول ان ان النيه فيها ايه بس ايه ربنا اللي بيطلعه على كده. ما فيش حد وربنا ما بيعملش حد ان يخليه يطلع على نوايا الاخرين رحمه بالناس. فعشان كده مساله النيه بقى اخلصها ازاي؟ ان يعني يكون قلبك لله. ليه؟ لان لما اعمل عمل انا عاوزك تعمل عمل حسن العمل الحسن ده انت بس بتوجه النية القلب كده العقل همتك لله بس يكون في نفع ليك ونفع للي حواليك للناس يبقى النية الصالحة هي ان تنوي عمل خير هذا الخير قاصرا عليك او متعديا الى غيرك وكل ما يكون متعدي الى الغير زي الصدقات بقى وصلات الارحام ومش عارف تعمل ايه وايه, وإيه وتساعد الناس ده حلو جدا بس انوي كده لذلك لما قال العمل الظاهر قدام الناس حاجه والنيه حاجه تانية م. فممكن يكون واحد نيته والعياذ بالله سوء والعمل الصالح بين عليه حلو قال لك ما نعرفش يبقى ده مش قوي م. ده عنده شيء من النفاق ليه عنده انفصال بين الداخل وبين الخارج ما فيش اتساق بينما واحد تاني هلاقي ان شكله كده طيب وما على بس نيته صافيه وقلبه سليم فقال لك رب اشعث اخبر آه مدفوع طيب. بالابواب لو اقسم على الله لا بره ليه؟ عشان نيته لله بس، نيته لله يعني ايه؟ بعمل العمل الصالح اقصد بيه وجه الله، عاوز الاجر من ربنا بس مش عاوز الاجر من الناس، وده هو ده مفهوم ومغزى النيه الصالحه وصفاء القلب. صفاء القلب تاني يقولوا ايه؟ عشان يعني النيه تيجي ما النيه تيجي من ايه من صفاء القلب أيه. القلب يبقى صافي النيه تبقى حلو ايه القلب الصافي انني لا احمل ضغينه ولا كراهيه لاحد طب هو القلب الصافي والنيه الصافيه دي بتبقى ممكن تكتسب ولا هي يا اما تكون موجوده في الانسان او ما تكونش موجوده فيه اصلها موجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا كل مولود يولد على الفطره فطره يعني ايه القلب السليم فطره الله التي فطر الناس عليها القلب السليم فالقلب السليم ده هو مديهولك وبعد كده بقى لحكمته في الابتلاء هيتسلط عليه حاجات الشيطان والنفس والمزاج بقى والحاجات دي كلها بس قال لك ده هيتسلطوا عليك حاجات وحشه جايه هو. وانا اعمل لك الحاجه اصلا حلو شوف بقى عشان اوري حضرتك بيعمل لك الحلوه دي يبقى القلب اصلا حلو وهيتسلط عليه حاجات مش حلو وهجيب لك رسل الانبياء هرسلها لك عشانك ده حلو وده مش حلو اعمل ده وما تعملش ده عشان ايه تمنع الحاجات الوحشه الدوافع دي ما دي مفصل الابتلاء الابتلاء بيكون في حاجه كويسه وحاجه وحشه انت هتختار ايه قالك زي دخل الذهب في النار عشان يفصل النحاس عن الذهب عشان يفصل ده عن ده انا هفصل الحلو عن الوحش بايه بالفطره السليمه الاصل في القلب وبالرسل جايه تبين لي ايه ده حلو وده وحش اعمل ده ما اعملش ده لا ابعد عن ده يبقى هنا انا بقى بكتسب اللي هنا النيه او القلب الصافي القلب السليم لذلك اللي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في الاسلام يبقى قلبه صافي على طول ابو سيدنا ابو بكر قلنا قبل كده ايه اللي خلى قلبه سليم ايه اللي خلى قلبه حلو ايه اللي خلى قلبه صافي لانه ماشي يعني مش عاوز اقول كظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي وراه على طول انت تعمل كذا حاضر انت كذا حاضر ليه اعتقاده كله ان ده سبيل النجاة هو ده صلى الله عليه وسلم فانا ماشي بقولش مع اي اعتراض ولا مخالفه ولا شيء فقال ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه قلبه الصافي قلبه الحلو اللي هو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب السليم لذلك التنزلات قلنا قبل كده نزل به الروح الامين على قلبك القران الحاجات الحلوه تنزل على القلب عشان هو محل انا قلت حركة قبل كده ان في بعض الاثار بتقول ان قل ما وسع ما وسعتني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني او وسعني قلب عبدي المؤمن قلب عبد المؤمن ده اللي وسعني ارض وسمائي دي مش هتسعني ليه؟ بما فيه من تجليات الله التي خلقها في الاول كده من انوار وفطره سليمه قلب عبدي ده يسعني بمعنى مش يسعوني احتواء أيوة. يعني لا بمعنى ان ايه هو بيحبني وأنا عاوز منه الحب أخبرك. وبيحبني اختيارا مثل الحاجات التانية اضطرارا أيوة. لا بيحبني اختيارا فأنا أقول هنا قلب الإنسان ده هو المحرك لكل حاجة لذلك اللي قلبه حل وده اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح آه. الجسد آه. كله وإذا فسدت فسد الجسد آه. كله ألا وهي القلب المحرك زي ما هو بالظبط اللي بيضخ الدم للجسم كله وبعدين ينقبض ياخد الدم عشان يدي دم جديد هو نفس الحكايه هو اللي بيحرك الجوارح كلها عشان تعمل العمل الصالح طيب. اول عز بالله هو مش حلو هيحرك الجسد تعمل العمل الصالح وانا عايز اقف برضه مع فضيلتك عند اللي قلبه مش حلو فعلا لان في ناس كتير مصابه بالامراض اللي بتصيب القلوب من غل وحسد وطغينه وخيلاء وكبرياء وانويه وحاجات كتير قوي هل اللي قلبه مش حلو ده ليه علاج؟ اه ليه احنا ما فيش حاجة عندنا ما علاج، خالص، القفر ليه علاج، يبقى المرض ده ملوش علاج، بس علاجه إيه؟ إني أخضع لله وأخشع، يعني ما هو القلب لو قال إيه؟ بيقول أهل الله كانوا إذا سجدوا لا تسجد جباههم ولكن تسجد وتخشع قلوبهم، طب القلب هيسجد إزاي؟ ينكسر ويتواضع لله فانا بس اتحقق ان انا بنفس كده ان انا مخلوق محتاج ربنا سبحانه وتعالى <applause> وغيري محتاجني وانا محتاجه ومش هقدر استغنى بنفسي طالما مش هقدر تستغنى بنفسك يعني محتاج الناس كلها يعني انت محتاج يبقى لازم تخضع في بعض الوقت وطالما اني كده اخضع اللي قلبه وحش بقى لا انا ما بخضعش انا بفلوس اجيب كل حاجه انا بمنصبي ولا جاي اجيب كل حاجه لا ده مش هتستمر انت زي اي حد بنخش الحمام ومحتاجين ناكل وبنعرق وهكذا فهنا بقى البدايه انا عاوز القلب الوحش ملوش علاج لا ليه علاج ارجع لطريق الله اللي, جاي بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حلاوته يعالج الظاهر والباطن لذلك لما جه في القران وذروا ظاهر الاثم وباطنه باطنها ده بقى امراض القلوب من اللي حضرتك قلته الحقد والكراهيه والبغضاء والحسد وكل الحاجات دي كلها اعمل ايه اللي يعالجه اللي يعالجه الشرع اللي جه الشريف بمنظومه الاخلاق بالعقيده الصحيحه بالاعمال ليك ولغيرك ما انا على غيري هتضايق منه ولا اعمل ليه ولا احقد عليه يا عم ما انت بقول ما تحقد عليه ليه اصل معاه فلوس وانا معيش فلوس طب هم هم يقسمون رحمه ربك انت كده هو ماله هو ده اسمه ربنا نزله هو كده انت بتعترض عليه هو ولا بتعترض على ربنا سبحانه وتعالى شوف ده اصل العقيده فلما يكون العقيده صحيحه مع السلوك الصحيح مع منظومه الاخلاق الطيبه هتكون في القلب صفاء ونقاء هتزود اللي فيه اللي هو الحلو فنعمل ايه يبقى قالوا يا اما ان انا اخضع لله تعالى انا مش قادر اخضع نفسي جمحة قالوا هنا ان الواحد يحاول بكثره الذكر او يحاول بقى ودي كان يعني <applause> عبر العصور يكون لشيخ شيخ بس شيخ ايه مش بيعلمني بقى اللغه والبلاغه والمنطق لا شيخ رباني قدوه في حد قدوه هو قلبه سليم فعاوز اوصل كابلي من قلبه لقلبي عشان يبقى قلبي سليم ما الصحابه كانوا مرتبطين بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه عشان ياخدوا من المنبع بقى الكبل ده يوصل على كل دول لذلك منبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واصل الى يوم القيامه ايه بقى شوفوا قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي كل الجمال طبعا مفيش طبعا. أسكن السيدة رابعه العدوية رضي الله عنه وارضاه وهي جزء صغير من أم سيدنا محمد صلى, صلى الله عليه وسلم بتقول الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في قلبي املأ قلبي بحبك حتى لا يكون فيه مكان لقراهية أحد ما حدش يكرهني ما قراش حد أبدا يا أبدا وده صفات أهل الجنة ويعني اللي دعا بيها ان ربنا سبحانه وتعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا مش عايزين غل الذين امنوا اخوانا شوف ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين بس بايه ربنا طب واحد ما عندوش شيخ وعنده امراض يعمل ايه قال لك ادعي الدعاء ده ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا افضل ردده يا رب خرج من قلبي كل حاجه وحشه وخليها حاجه حلوه يا رب صفي صف قلبي أنا مش عارف أصفيه، نفسي غلباني والشيطان بيضحك عليا والعياذ بالله البعيد، أنت يا رب اللي تقدر على كل حاجة، قويني على الشيطان وقويني على نفسي، عاوز أصفي قلبي، أنت اللي هتساعدني، لذلك قال إيه؟ ولا تجعل في قلوبنا غلاً. أوعى تجعل أنت يا ربي، لازم أنت اللي هتقدرنا وأنت اللي هتعمل، فإحنا هنا مسألة النقاء القلب وصفائه آه وإن يكون ما فيهوش حاجة من أمراض القلوب باللجوء إلى الله حتى لو بالدعاء والانكسار لو واحد ما انكسرش لله عمر بقلبه هيبقى سليم أبدا هل العمل الصالح قول في هذا الإطار يعني هل في أعمال بعينها معروفة عنها أن هي ممكن تسرع من عملية تصفية وتنقية القلب طبعا كل الأعمال الصالحة لو أخلصت فيها بقى النية وصفاء النية لله قطعا بتنقي القلب ربنا سبحانه وتعالى في سيدنا النبي بيقول لنا بيقول ايه بيقول ان العبد لا يعمل السيئه فتنكت النقطه, السوداء في قلبه شوف بقى قلبه حلو وابيض فيعمل السيئه وما تابش لم يتب منها تروح عامله نقطه سوداء فان تاب تتنضف ان سكت وما تابش تيجي الثانيه تروح قاعد جنبيها حتى يصير الران على قلبه يفضل الرين كده كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الرين ده في البتاع يقول ما يبقاش فيه امل بعد كده بس بيقول لنا ان في نفس الوقت ولذلك احنا بننادي دايما بكده حتى اللي قلبه تعبان قلبه تعبان بمعنى امراض القلوب ماسكه فيه شويه بقول له حتى لو انت شفت من نفسك بتحسد حد قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسي التي تحسد ده قلب مش قلب اللي بيحسد ده نفسي الوحشه اللي بتحسد فيا ربي افصل ما بين نفسي وقلبي واجعل قلبي يغلب نفسي لان القلب حلو عشان خاطر ما يبقاش في حاجه وحشه تجاه البشر وتجاه الناس وفي نفس الوقت يبقى انا كده بصفي قلبي وبنقيه يبقى انا قلت درجات اهي العمل الصالح بقى كل عمل صالح او طاعه أيه تيجي تروح منظفه القلب وتلاقى زي ما كنت تعمل له جدار سميك تيجي السيئه عاوزه تسوده تلاقي عاوزه شغلانه عشان يسود طبعا طبعا القلب شويه عازل جدار حماية. طبعا طبعا الاعمال الصالحه حمايه لذلك الإنسان كلما كان قريب من الله بالأعمال الصالحة وخاصة الأعمال التي تتعدى للآخرين الصدقات بقى والصدقة الجارية والأوقاف ومساعدة الناس وبناء المستشفيات وبناء المساجد وبناء المدارس الحكومية ومساعدة الخلق والحاجات دي كلها بتبني جدار عازل بين نفسك وبين قلبك تيجي النفس عاوزة تخش تلاقي في حال صد منيع شوية إنما لو بعملش ولا بيعمل شيء عمل صالح أوي يبقى قلبه بقى يفضل يبقى النفس بالنسبة له متسلطة عليه على طول طيب. سهلة يعني بالنسبة له طب هل برضو دكتور مجدي هل في ارتباط شرطي ما بين صفاء القلوب وبين رقي الأخلاق مثلا طبعا ده الأخلاق دي بص حضرتك احنا قلنا قبل كده إن الدين كله عقيدة وشريعة الشريعة دي عبادات ومعاملات خلاص اللي احنا قلنا العقيده دي الثوابت واصول العبادات ثوابت تفصيلات العبادات والمعاملات دي قلنا ان هي من الشريعه متغيرات الاخلاق دي ثوابت الثوابت زي العقيده كده الاصليه ليه؟ داخله في العقيده وداخله في التشريع كله سواء في العبادات او في المعاملات يعني واحد واقف بيصلي وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وبيلعب بيقول ان احدكم يسرق في صلاته كيف يسرق في صلاة الصبح؟ قال الشيطان يخليه يختلس الخلسة والخلستان أو الخلسة والخلستين ليه بيخليه يبص كده بص مش مركز أنت كده بتسق البعيد بتس... ليه؟ ما عندكش أمانة لو في أمانة شوف الأخلاق بي. لو في أمانة هتقف كما أرادك الله عز وجل بخشوع هيجي واحد صلى وجي بعد ما صلى كذب أو غلى سعر الحاجة على الناس صلاتك عملت لك إيه؟ ده اصلا الصلاه واقم الصلاه ان الصلاه تنهى, تنهى عن الفحشاء والمنكر طبع. ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له ويكون ابعد من الله عز وجل يبقى كان عمل الطاعات بيقرب وينقي القلب انما انا بقول لازم الاتساق بين الداخل وبين الخارج يبقى الانسان في الداخل نيته خالصه لله لذلك لما قالوا ايه اخلص النيه ونام في البريه ايوه ايوه فاعمل انت عاوز بس اخلص النيه ليه لان اهم حاجه الإخلاص. اخلاص النية يعني لله وكل عمل تقصد به نفع نفسك ونفع الاخرين شوف النفع العام صحيح. لو عملت كده هتلاقي حاجتك بتدبر من الله عز وجل ونام في البريه يعني ايه ما تخافش آه من طبع. اي حاجه لا وحوش ولا طبع. عدم غطاء طبع. ولا كلام ولا بتاع. كل ده كله ليه من القلب السليم يبقى عشان كده القلب السليم صاحب القلب السليم ما بيتعبش ابدا انما صاحب القلب المريض يفضل تعبان المريض اللي هو ايه عنده بقى الحاجات اللي عنده عليها الوحشه امراض القلوب انما اللي قلبه سليم ما بيزعلش من حد ما عندوش مناغصات ما عندوش مناغصات مرتاح البال صحيح. يقولك الدنيا غليت الدنيا ما غليتش الواد عمل الواد ما عملش بدع ربنا ان يصلح له الحال بس قلبه سليم ليه يعرف ان كل بقضاء وقدر ولكن بسأل ربنا في الدعاء إني لو القضاء ده مش قوي ما تغيره لي بحيل يبص لقلبك السليم يقول إن الله لا ينظر إلى قلوب بعض عباده فيرحم العباد الآخرين بما في قلوب هؤلاء القوم الصالحين يقول له آه ما. ما لولا يعني شيوخ الركع وأطفال الرتع وبهائم رتع ردع ورتع لصب عليكم العذاب صبا للعصاة إنما بيبص في قلوب التانيين بيلاقي فيها رحمة يعني إحنا حتى لو اخين في البيت لما بنقول ان احنا عايشين برضو ببركه دعاء الناس الطيبين والقلوب حلوه دي مش صيغه مبالغه دي حقيقه بشكل مباشر برحمه مباشرة. الله وبدعاء الناس الصالحين ده قولا واحدا ليه ما هو لولا الصالحين هيخلي الطالحين ليه يقول لك بقى لذلك لا تقام الساعه الا على الطالحين بس مش هيبقى في حد صالح خالص فلما يبقى كلهم بقى متمحضه ناس وحشه طبع طبع. يقول لك يلا القيامه تقوم والعياذ بالله انما طالما فيها صلاه لا تقام الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله في ناس بتذكر وطالما تقول الله الله مش الذكر بس يعني بتخاف ربنا وطالما تخاف ربنا قلبها طبع. حلو طبع. وبتخاف على الناس دول امان ان القيامه مش هتقوم دول لو هم مش موجودين ما امان يبقى الإيمان في أي ليه لأن الناس الموجودة مستحقية طب وبعيدا عن الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة هل يؤجر الإنسان بس على مجرد أن قلبه سليم أو قلبه نقي ده كل الأجر على قلب السليم ما هو احنا قلنا لو قلبه سليم هيعمل كل عمل حلو انما في واحد قلبه سليم وخامل هل سلامه القلب والنوايا لوحدها بيؤجر عليها العمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث قال نية حتى لو لم تقترن بعمل آه بالمناسبه النيه المؤمن خير من عمله انا يعني واحد ايه طبيعته وجبلته خامل شويه بس نيته سليم وبيزيش حد ده بيؤجر انما عاوزين نبقى فاعلين ايه إيه انا عاوز اعمل بس ما عملتش ونيتي حلو وعاوز اعمل بالفعل بس ما م. عملتش قال لك نية المؤمن خير من عمله، انا عاوز اروح حج والتاشيره ما جاتش، بس عاوز اروح حج تكتب نيه اجره الحج او اجر الحج، عاوز اصوم بس ولا ربنا عارفين يا مريض مش قادر، يكتب لك اجر الصوم، ليه؟ اصل كنت بتصوم قبل كده ودلوقتي مش قادر، فهتاخد نيه او اجر الصيام بسبب إن نيه المؤمن خير من عمله، لذلك سيدنا بايه؟ راح حط القاعده الكليه قال انما الاعمال بالنيات. طبعا في أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنية أول حديث ليه؟ وقالوا عليها قائم سبعون بابا من الفقه على هذا الحديث ليه؟ لأن في النية بتخش في حاجات كتير أوي 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 إن أنا أنوي حتى وأنا جاي أصور إن أنا عاوز أفيد الناس بكلمة يا رب واحد بس يستفيد نية واحد يستفيد لعله يكون لي شفيعا يوم القيامة من واحد استفاد سمعنا كلمتين أو دعالي دعوة وده على حضرتك دعوه وده على كل القائمين على ظهره دعوه يبقى اشوف النيه بس تعمل كده فانت لما تخرج من البيت بالنيه دي هو يسخر لك اللي يدعي لك يسخر لك اللي يسبب لك الاسباب يسخر لك اللي يساعدك كل حاجه انت بس يخلص له النيه وهو يرتب لك كل حاجه ساعات يا دكتور مجدي ممكن ممكن مثلا ايه تاجر مثلا وتاجر شاطر ومبيت النيه في حاجه او في انفصام بين اللي في نيته وبين قوله او فعله فقعدت قعده شغل وهو قاعدها وكان مخبي حاجه معينه جواه عشان شايف ان ده مصلحه ليه في التجاره بتاعته وضعه ايه في الحاله دي لا احنا لو هو نيته حلوه ايه المهم ترجمه النيه بقى ايه ترجمه النيه هنا اللي عمل بقى تيجي انت تقصد ايذاء الناس ولا تقصد تقصد مصلحه نفسك دون اه. مصلحه العامه كده النيه وحشه يعني زي ما بيقول التجار الجشعين اه. فيجي الحاجة ثابتة في الأسعار. هو يروح عاملها لممها وخلاها شحة عشان يزود البتاع. طبع. هنا نيته مبيته ان هو يضر بالآخرين. كده نيته سوء والعياذ بالله والعمل ترتب عليها. لذلك النية السيئة ممكن بنقول للإنسان العمل ترتب عليها او ما ترتبش عليها دي في مشكلة خلي بالك ليه؟ لأنها هتربي القلب على النية السيئة. والعياذ بالله فممكن يعملها مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئه ولم يعملها كتبت له حسنه عشان كده العلماء قالوا لم يعملها لم يعملها ازاي قال في حاجه منعته ربنا بعت له حاجه كده منعته او هو خاف من ربنا ما عملهاش او اوسع زي ما بقول لحضرتك كده يتكتب له حسنه يتكتب له حسنه حتى لو هو ما عملهاش مجرد لو ان الظروف ما, ما ساعدتوش انه يعملها أقل. مش انه قرر انه يرتجع و... لا وما يعمل قرر يرتجع أقل. بعض المقال. العلماء قال العلماء التانيين قالوا ايه ما هو ربنا بيحبه فبعت له صوارف ما خلوش يقدر يعملها فهو بيحب مش عاوز يعملها قال لك فتكتب له حسنه ده سعه رحمه الله عز وجل بس ده جاي من ايه ما عاوز يقول له ايه كمان بقى انا بعمل لك كده خ... ما بالك بقى باللي قلبه صافي وبيهم بالحسنه وبيعمل الحسنه اشكال اللي بيهم بالسيئه بعمل معاك كده ويقول لك باللي بيهم بالحسنه أو بيعمل الحسنة كمان طبعا. عاوز لك فضل واسع وكبير طب سوء الظن بقى دكتور مجدي وفي ناس عندها الطبع ده يعني واخد شكل الطبع اللي هم دايما عندهم سوء ظن تجاه كل الناس وكل الامور وكل المستجدات اللي بتحصل في حياتهم هل هل سوء الظن علاج هو الاخر اه سوء الظن ده من أسوأ امراض القلوب مم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نحسن الظن بالناس جميعا ولو كان انسان قدامك عنده احتمالات شوف بقى والاصل في المسلم كده احتمالات 99 ان الانسان ده وحش واحد في 100 حل احسن الظن على الواحد في الميه اقول ده حلو لحد ما يثبت لي ان ميه في الميه مش حلو ولو ثبت لك ميه في الميه مش حلو هتقتله لا هعمل ما مش لا هنصحه اكون رفيق بيه يبقى حسن احنا امرنا بحسن الظن وقالوا اكثر العبادات من اكثر العبادات مؤديه الى الله حسن الظن بالناس وحسن الظن بالله عظيم أنا يعني والله بيبقى صعبان عليا يعني 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 إن أنا أدي الفقرة اللي حضرتك بتنورنا بس للأسف فضلتك عارف إحنا محكومين بمو... يعني بمدة زمنية معينة أنا بشكرك جزيل الشكر نورتنا وأفدتنا وأسعدتنا بوجودك الكريم كالعادة شكرا لفضلتك طيب إحنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل حلقتنا في الجزء المتبقي على نهاية حلقتنا النهاردة منورني ومشرفني الدكتور مصطفى العكريش الداعية الإسلامي اللي بنسعى دايما بوجوده معانا بطاقة نور يا مساء الخيرات يا مساء الأنوار وكل لحظة وحضرتك طيب حبيبي يا دكتور مصطفى يا حبيبي خلينا بقى قبل ما ندخل مع حضرتك في تفاصيل واحدة من الحملات المهمة جدا اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة أفكر حضراتكم أولا بالعناوين المختلفة للمؤسسة لنبض الحياة أربع عناوين مختلفة المقر الرئيس موجود في الدقي في الجيزة وفي ثلاث فروع مختلفين للمؤسسة موجودين في اسكندريه وطنطا والمنصوره طيب هنتكلم النهارده بقى ان شاء الله يعني مع دكتور مصطفى عن ايه حضراتكم عارفين طبعا ان سقي الماء يعني إيه واحده من اهم الحملات اللي بتقوم بيها مؤسسه نبض الحياه واللي بالمناسبه ليها اكتر من شكل بس احنا النهارده هنتكلم عن الشكل ده تحديدا تابعوا معنا مؤسسة نبض الحياة النهاردة جيت جنوب الصعيد فعلا الجنوب الطاهر مؤسسة نبض الحياة كالعادة بتطوف الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا النهاردة 30 سعادة ورنا معالي الدكتور الله في قرية الرحبات مركز أبو تشت محافظة هنا النهاردة في الصعيد الطيب الصعيد الجميل جايين مع بعض نفتتح 30 وصلة مية 30 إنجاز بس إنجاز بطعم الاعجاز، ولولا انتم ما كانتش نبض الحياه. كنت معجب من بره بخر ميه، اشحت اشحتها من بره اجيب من بره من من بعيد يعني من الخلي. معجب دير كنينه اعبي دير كنين كل يوم مغطى اربع دراكن في النهار اجيبهم احولهم يعني من من بره. مؤسس نبض الحياه دايما بتسعى الى الابتكار وده شفناه في وصلات الميه في الحمله دي في المشروع ده بعمل هذا الجزء مكتوب عليه مؤسسه نبض الحياه اللي قايمه بهذا العمل العظيم صدقه جاريه عن الحاج احمد محمود عبد الحكم وبتتركب هنا زي ما حضراتكم شايفين ما زاد بفضل الله عز وجل بس ما زاد حسنات وان شاء الله باذن الله البيوت كلها هيدخلها من الفرحه عدادات اسمه عداد الحياه يعني انا عن نفسي من اكثر الحملات والمبادرات اللي ما بحتاجش اسال قوي في حته ايه حجم اقبال المتبرعين عليه عامل ازاي لان انا عارف ان في وصلات الميه بسم الله ما شاء الله هو الحمد لله رب العالمين يعني من اهم الأقسام الجميلة في مؤسسة نبض الحياة قسم كده اللي هو سقي الماء اللي وصى بيه سيدنا النبي صلى الله, الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والقسم ده بصراحة ربنا أنا مرتبط بيه جدا جدا طبعا. جدا جدا وبخاصة بقى بالذات الوصلات اه وصلات طبعا طبعا ليه؟ طبعا. لاني بنزل للناس لبيوتها وبروح لحد عندهم وبعمل معاهم يوم معايشة وبشوف حالهم إيه حالهم من غير الميه ايه؟ وحالهم بعد دخول العداد ايه؟ طب حالهم قبل دخول العداد ايه بالمناسبه؟ حال الناس قبل دخول العداد الناس بتبقى يا عيني نفسها في راحه البال. طبع. بالنسبه لهم الميه ديت او وجود وسط ميه في البيت ده حلم بالنسبه له. حلم ونفسه نفسه يتحقق في اسرع وقت. طبع. بجد والله يا آه استاذ كريم يعني لما بروح هناك وبشوف الناس مثلا لاهالينا الطيبين واسيادي اللي هم على راسي اللي هم في صعيد مصر الطاهر الجميل وبخاصه بقى في قنا. اللهم قنا عذاب النار يا رب اللهم قنا دي بقى بلد جميله جدا جدا محافظه ممتازه الحر الرهيب اللي احنا فيه جدا دي. طب المايه ما بتقطع في البيت ايه اللي بيحصل البيت بيعطل البيت بكا... كله باكمله كركبه في البيت طبع. مش عارف تعمل حاجه وبخاصه كمان في الحر الرهيب زي ما حضرتك بتقول صحيح. درجات الحراره العاليه ديت واللي هتفضل مستمره معانا يعني في شهر 8 وشهر 9 وشهر سبعه ده بقى يعني آه كان بص ما يعلم آه آه بقول ربنا سبحانه وتعالى، صحيح. لكن احنا مستمرين، طب في كل لحظه انا محتاج ايه؟ محتاج شويه ميه يبقوا جنبي بس معلش تبقى ميه نقيه جميله طبع. ان انا اشرب منهم، لان ممكن حد برده مثلا المشاهدين يقول لك طب ما يشربوا من الطلمبات الحبشيه اللي هي موجوده عندهم دي، ارد عليه اقول له لا، الطلمبات الحبشيه ديت بتطلع لهم من تحت الارض ميه غير صالحه للشرب مياه غير نقيه طب. بتطلع لهم امراض لانها بتبقى سيرفس يعني سطحيه على, على سطح الارض كده بينها وبين اعماق الارض مثلا أربعة بينها وبين الارض 4 متر 5 متر 6 متر 7 متر فبتلاقيها بتطلع ايه؟ ميه مختلطه بمياه الصرف الصحي فبدل ما بتطلع لهم شويه ميه نقيه يشربوا منها ويبتبقى جميله لا بتطلع لهم ميه مضره ميه مؤذيه طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ دلوقتي الناس اللي هناك يا استاذ اقول له طب ناتيال يلا توكل على الله وروح شركه مياه الشرب والصرف الصحي وقدم على الوصله اه او ميه منين أو. اقول له منين ايه يقول لي منين والله اجيب منين اقول له الله ليه الا يتمنها قد ايه يقول لي والله ما عارفش ما حاولش حتى يروح يسال اقول له ما عارف لانه ايا كان الرقم هو الرقم ما يكن يعني أه. ان شاء الله يكون حتى 3000 جنيه او 4000 أه. او 2000 جنيه مش هقدر أه. اعملها بقول له حتى لو 2000 جنيه ما تقدرش تعملها كملهم الحاج يناوي أه. تمام فبقول له حتى يا راجل 2000 جنيه، 2000 جنيه وما 2000 جنيه حاجه، يقول لي لا والله حاجة ده حاجة كبيرة والله. ولو كانوا معاه على فكرة ما كانش اتأخر. جدا جدا يعني بالذات في الميه هو ما حدش هيحرم نفسه ويحرم عياله من ما انا بقول لحضرتك وبالهم ايه بقى؟ سنوات على هذا الحال. طب هو دلوقتي عاوز نفسه نفسه العداد ده يدخل. فبيقول يعني احنا مستنيين ربنا سبحانه وتعالى ينجدنا. قلت له طب بص بقى. فببشره بفضل الله عز وجل وده مش من عندي. ده من جمهور مؤسسة نبض الحياة المتصدق الصادق مع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول روحوا أي مكان وطمنوا الناس واجبروا بخاطرهم وبشروهم وقولوا لهم إن مدد ربنا سبحانه وتعالى جاي لك في الطريق ف... فمن المنطلق ده أنا بدخل على الناس وبطمنهم وببتسم في وشهم وبضحك كمان وبص زي ما بيقولوا كده في بطني بطيخه صيفي بص الدنيا زي الفل وزي العسل ليه؟ لأن بفضل ربنا عز وجل أنا أنا عندي ثقة في الله أولاً <تصفيق> <تصفيق> ثم ثقه في اسيادنا المتصدقين مع سيدنا الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا. بعمل ايه؟ ببشره بقول له طب بص بقى الزياره الجايه ان شاء الله انا جاي وهبقى معاك يوم تركيب وصله الميه عندك في قلب البيت. بيقول لي انت بتتكلم جد؟ بقول له والله وجد الجد والله جد, <applause> جد الجد كمان. يا جدع قلت له والله يا جدع والله حلو ان شاء الله باذن الله من المناطق الحلوه اللي بحبها طبعا عايش طبعا وناس جميله وطيبين وايه بقى وناس في الكرم هرم ما شاء الله على قد حالهم اه بس في الكرم هرم ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله اكل ايه وشرب ايه بص عاوز يجيب لك حته من السماء حته من السماء وعيشه في الرضا والله آه يدوا فيها دروس آه طبعًا. 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 وقناعه من عند صحيح. ربنا سبحانه وتعالى ايه الجمال صحيح. وايه العظمه دي طبعًا. طب قلت له ان شاء الله باذن الله وفعلا وقد تحقق بفضل الله اولا ثم بفضل جمهور المتصدقين مع مؤسسه نبض الحياه طبعًا. رحت مع مؤسسه نبض الحياه ومع علمائنا الطيبين زي ما ظهر في التقرير الشيخ احمد دسوقي رحت هناك و... واحتفلنا احتفال أكيد. بوصول أكيد. العدادات ديت للناس الجميله ديت طبعا. وكل عداد بفضل الله عز وجل هتلاقي عليه الخرطوشه اللي احنا شفناها في ايد الشيخ احمد دسوقي دي طبعا. الخرطوشه دي بيبقى عليها اسم مؤسسه نبض الحياه اسم المتصدق بفضل الله عز وجل الكود بتاع الوصله وكمان بيتعمل لوكيشن ليه وبيبيعت للمتصدق يعني في اي وقت يقدر يروح يبص خد بعضك وروح طبعا. وتوكل طبعا. على الله كده وبص طبعا. على الوصله بتاعتك انا نفسي كده انا نفسي كده روح وعيش معاهم يوم يوم في سبيل الله كده عارف ليه؟ انا بجيب رجلك بقولها اه بقولها لك طبعا. بجيب رجلك لأن والله لان الناس دي محتاجين <applause> غير الوصله محتاجين كل <applause> حاجه خلينا ورا فبنلاقي مثلا طبعا. ايه السقف مهدم صحيح مفيش سقف اصلا فتلاقي السقف عباره عن شويه حطب وبتاع والكلام ده طب فاحنا بنخيره بصراحه ربنا بقول له بقول لك ايه؟ قال لي جول قلت له نعمل لك السقف ونحبكه لك حبكه زين ولا نعمل لك وصله الميه لا يا بوي وصله الميه يا بوي بقول له يا راجل طب ما نعمل لك السقف قال لي لا السقف كده كده ان شاء الله ربنا هيبعت لي اللي يعمله يا سلام وعنده طيب نفس اليقين إيه يا عن الجمال ده الله ايوه والله هيبعت لي اللي يعمله انما وصله الميه بقول له طب ليه قال لي انا بروح اخبط على البيت اللي جنبي جاري قلت له بتجيب منه كم مره في اليوم قال لي والله مره مره بقول له طب ليه قال لي عشان ما يتضايقش مني طبعا ما عنده حق طب قلت له طب وبعدين طب وبقيت اليوم تقضيه ازاي قال لي برضه بروح لجاري ده وجاري ده وجاري ده واحيانا في ناس منهم انا شفتهم بعينيا بيروحوا عند قرايبهم في البلد اللي جنبهم يروحوا جايبين منها جراكن ليه بقى يقول لك ده جريبي اه طبعا يعني مش هيقفل في وش الباب يعني. اه مش هيقفل في وش الباب طبع. فبيروح يملى الجراكن من هناك على بقى تروسيكل على توك توك يدفع له قد يعني كده على من, كله من كل دكتور من كل يمه من كل يمه اما بعيش معاهم بقى دخول الوصله البيت بحس فعلا ان المعاناه دي كلها بفضل الله عز وجل ازيحت والزغاريد حلت محلها يا الله طبعًا يا الله طبعًا يا الله طبعًا على الفرحه والسعاده والسرور والعظمه كلها بس انا زعلان بقى انت كنت فرحان فول, فول آه المقدمه بس انا زعلان ليه؟ احنا رحنا هنا احنا لسه بنقول بسم الله ما شاء الله وفي اقبال منقطع النظير بس رحنا هنا عملنا هناك 30 وصله بس yeah. اه يعني معلش الناس برضو جمهور مؤسسه نبض الحياه يلا يا جماعه يعني عايزين يعني بفضل طبعا. ربنا عز وجل ما الشغاله بالذات في الايام اللي احنا فيه ده في الايام دي في الايام دي الحر ده يا ربنا طبعا. يا ربنا يا سلام على اللي يقيس انسان اغاثه الملهوف لها طبعا. عند ربنا سبحانه طبعا. وتعالى فضل عظيم جدا ولسه سيدنا الدكتور مجدي كان بيتكلم عن صفاء القلب صفي قلبك بفضل الله عز وجل اصفي قلبي من ايه صحيح. من حب المال كل ده والله ما هيدوم معاك من حب المال صف نفسك من البخل وصف قلبك من الشح وصف قلبك من حب النفس وصف قلبك من الأغيار حتى تحل مكانها الأنوار بفضل ربنا عز وجل يلا كده ريح الناس طفي طفي اللهيب اللي عند الناس ربنا سبحانه وتعالى يطفي اللهيب اللي في قلب بيتك كتير من الناس يكلمني يا استاذ كريم يقول لي ايه انا بص عندي في البيت ولع عايدة اقول له ازاي ولادي ما بيسمعوش الكلام ابني مغلبني في حياتي ما يعلم بالله ربنا والله يا راجل الله يهدي له بله الله يهدي له ابن احمد يا رب أمين. بيكلمني يا استاذ كريم بيبكي ويعيط اعمل ايه بس؟ قلت له الطريق قدامك بفضل ربنا عز وجل قال لي اللي هو ايه؟ قول لي وانا ابص من ايدك دي لايدك دي انا زهقت انا خلاص قلت له لا ما تنساش اهدى كده اهدى بفضل الله تصدق لوجه الله عز وجل عاوز تطفي النار اللي عندك في البيت؟ قال لي قلت له طفي نار ناس تانية مم. قال لي ازاي؟ قلت له اعمل للناس وصله ميه تطفي اللهيب اللي عندهم بنية إن ربنا يهدي لك ابنك. وربنا سبحانه وتعالى والله لا يهديه بيقين، خلي عندك يقين عند ربنا إن ربنا يهدي لك أحمد ده وهيبقى بإذن الله من أحسن الشباب، وهيبقى بإذن الله من أعظم الشباب، وربنا هيجعله طوع ليك، اللي أنت عايزه من ربنا إدي لي خلقه. قال لي اللي أنا عايزه من ربنا أدي لخلقه، قلت له أيوه طبعًا. قلت له خد بالك، قال لي إيه؟ قلت له الدنيا ديت هي البث اللي بيبث في الآخرة. هو ده المظهر <applause> الثاني او الشكل الثاني اه اللي هيبقى في الاخره بس بالله عليك شوف انت عاوز تبث ايه طبع. في الاخره عشان يحسن العرض بتاعك عشان العرض بتاعك يوم القيامه بقى يبقى عرض جميل طبع. عرض كويس مبني على بث أول. مباشر مظبوط يا حبيبي يا الله ينور على حضرتك بث كان اه بث كان جميل فانت بث في الناس الفرحه تلاقي هناك فرحات بث في الناس سعادة تلاقي هناك سعادات بث في الناس راح بال تلاقي عندك في الدنيا وفي الأخرة راحات بفضل الله مش أنا اللي بقول ولا الأستاذ كريم اللي بيقول ولا أي حد بيقول ده ربنا اللي بيقول بيقول سيهديهم ويصلح بالهم ربنا سبحانه وتعالى هيصلح بالك ويحفظ عيالك ويكتر مالك بس انت يلا بفضل الله عز وجل خد الخطوه دلوقتي واتصل على مؤسسه نبض الحياه على 15740 وقول يا مؤسسه نبض الحياه انا ليا معاك وصله طب الوصله بكام ده بقى احنا جاي لهم بقى في التفاصيل دي كلها انا لك حاجه تفضل. دكتور احنا نطلع فاصل يا حبيبي ونرجع نعرفهم الوصله بكام اديكم معانا اتفضل يا اهلا بكل حضراتكم لسه هنعرفكم المزيد من التفاصيل المتعلقه بواحده من اهم المبادرات اللي بتقوم بيها مؤسسه نبض الحياه اللي هي وصلات المياه بس تعالوا بالترتيب كده بدايه افكر حضراتكم بالعناوين المختلفه للمؤسسه وهي هتظهر على الشاشه وبشكل مفصل المقرر الرئيس لنبض الحياه موجود في الدقي في الجيزه وفي ثلاث مكاتب او ثلاث فروع مختلفه في اسكندريه وطنطا وكمان في المنصوره. تعالوا بقى قبل ما نكمل دردشتنا مع دكتور مصطفى العكريشي نتابع معاكم الاول تقرير تاني هنتعرف من خلاله عن شويه تفاصيل متعلقه بوصلات المياه واحده من الحملات المهمه قوي اللي بتقوم بيها نبض الحياه تابعوا معانا تفضل. دايما كده بفضل ربنا عز وجل بتلاقوني فرحان ومبسوط واحنا بالاخص في وصلات الميه ليه بقى لأني بجد والله بشوف معاناه الناس ومجهود الناس اللي بيبذلوه يوميا بيناموا بالليل وهم بيحلموا بكوبايه ميه جميله وبيصحوا الصبح في رحله بحث عن الميه ومهما اقول لكم أوصف لكم السعاده والفرح اللي جوايا مش هقدر اوصل لكم يعني مقدار بسيط جدا من اللي اهالينا الطيبين واسيادنا آه هنا بيحسوه احنا هنا فين النهارده بقى تبع ايه تبع ايه؟ تبع ال 10000 10000 اه محافظة ايه؟ محافظة البحيرة محافظة البحيرة اه انت النهاردة بقى أنا شايف كده مبسوطة وفرحانة <applause> مبسوطة والله وفرحانة ربنا يصلح حالكم يا رب ربنا يصلح حالكم إيه صار المشاهدين عايزين يعرفوا أنت فرحانة النهاردة ليه ومبسوطة ليه؟ مياه طبعا إحنا ما بنعرفش نستحمى ما بنعرفش نغسل هدوم ما بنعرفش نستنى ما نملى مية بالليل نغسل هدومنا بالأسبوع نستنى ما نحمي عيالنا بالليل نشحت شوية مية من أي حد مكان جديد وعلى عملنا شهيد مكان رايحين نشهد ونشهد فيه المكان على عمل خير دلوقتي يا عم سيد وانا جاي لقيتك ماسك عدة الشغل دي والحاجه بتاعتك مستني عزني نبي لا رجال بقى لي ثلاث سنين نجيب ميه على راسي من الطرق اللي يديني واللي ما يدينيش واللي يكفل عني الميه واللي فربنا بعتكم ليا لي انتوا عشان تبلوا ريقي وريق اولادي والاطفال اللي جوا ده تقول ايه بقى للحاجه سوسو اللي كانت السبب في العدد ده الف شكر الف شكر الف شكر ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب احنا عايزين فضل من ربنا غير كده عايزين نعمه من ربنا غير كده وجعلنا من الماء كل شيء حي وتقول ايه بقى لمؤسسه نبض الحياه الف برضه الف شكر الف شكر ليك وربنا يخليك يا رب كتر من امثالك وعدنا وفينا اه والله اه والله بجد اه والله طب امانه قدام ربنا وقدام السيد المشاهدين دفعت جنيه في العداد ده؟ لا من يرضي الله من يرضي الله والله والله ما حصل ابدا؟ ابدا، شكرا نبض الحياه انتوا ناس صادقين بالايمان ربنا يبارك فينا اه جميعا دام عندكم ايمان اللي زيه مش هاي... مش هينضم طول ما عندكم ايمان اللي زي عم سيد والله ما هينضم هي والله ما هينضم حكمه تسطر على مر الزمان بمية الذهب والله بحروف من نور حروف طالعه من القلب فعلا لرب السماوات سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ولسه زي عم سيد كتير محتاجين نفرح معاهم يا رب اللهم الله يا رب. الله يعني يا حضرات بالذين ما ينفع نسيب حد زي عم سيد وزي ما دكتور مصطفى العكريشي قال في اخر التقرير في زي عم سيد كتير قوي ينفع نسيب عم سيد واللي زي عم سيد من غير ميه في بيوتهم وبالذات في الفتره اللي احنا فيها دي في درجه الحراره اللي ما يعلم بيها غير ربنا يعني ما ينفعش الواحد يبقى قادر على العطاء ولا يعطي قادر على المساعده ولا يساعد على ذكر المساعده احنا كنا وقفنا في اللينك اللي فات عند التفاصيل الماديه بقى وما قلناش التكلفه ايه وطرق السداد المختلفه ايه انا ممكن اساعد باللي اقدر عليه بفضل الله عز وجل يعني انت عارف عندنا في مؤسسه طب الحياه بنحب نسيب الباب موارب اه طبعا يعني ما بنقفلش وما الباب في حد, حد ادنى للعطاء خالص طب. بفضل من ربنا عز وجل يعني انا في ناس بفضل من ربنا عز وجل في الشيخ زايد عارف بيبعت ايه 50 جنيه 50 جنيه جميل. شهريا احسن العمل الصالح ادومه وان قل طبعا شوف بقى ادومه وان قل صحيح ما هي فكره الديمومه انك تداوم على العمل الصالح طبع. بفضل من ربنا عز وجل طيب انا دلوقتي مثلا نفسي اعمل وصله في ناس بفضل من ربنا لقيتهم بعتين 3000 جنيه ده آه الايه قالوا لي ده العدات طبعا وده اللي احنا قادرين عليه قلت لهم طب تقدروا بفضل من ربنا استنى عليكم شهر ولا حاجه وان شاء الله مثلا 2000 آه، كمان ونعمل لكم وصله كامله ما هي الوصله الكامله بكام؟ ب 5000 جنيه. مم. طب ايه الفرق بين دي وديت؟ ال 3000 جنيه اللي هو ثمن تكلفه العداد بالرسوم بتاعته بالمقايسه بكل طب. حاجه. انما ال 5000 دي وصله كامله بتيجي من خط الرئيس مم. بره ممكن يكون في اول الشارع طب. وممكن يكون البيت اللي هو الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا في اخر الشارع. طب, طب انا دلوقتي لازم اجيب له وصله من بره لحد ما يدخل عنده جوه البيت لحد ما يفتح الحنفيه بفضل من ربنا عز وجل وتنزلوا شوية مية نقية جميلة وزي ما احنا شايفين كده في الجزء الثاني كده من الشاشه هنلاقي العدادات بقى وهي داخله بفضل من ربنا عز وجل وهي متركبه كده وشايف بقى ارقامها زيروهات زي ما احنا للتاكسي كده بقول له ايه زير العداد طبعا. طبعا. <applause> انا نفسي بقى دلوقتي حالا والاستاذ كريم نبقى عداد سيئاتنا زيرو زيرو طبعا. يلا زيرو طبعا. بفضل من ربنا عز وجل وشفت السباك دلوقتي هو عامل ايه راح فاتح الميه فايه الدنيا اشتغلت طب هو دي اشتغلت حسنات؟ لا اشتغلت مضاعفة حسنات عارف الحسنات بتبدأ امتى؟ من اول ما يتصل حالا ويقول يا مؤسسة نبض الحياة انا معايا 100 جنيه معايا 200 جنيه معايا 500 جنيه عاوز اتصدق بيهم لله سبحانه وتعالى واعملهم في وسطة مية جميلة وخفف على الناس حرارة الجو طبعا. وخفف على الناس كتر الفكر وخفف عنهم التعب والمجهود اللي بيبذلوه وحزن وغم وكرب جدا وكل حاجة في جدا الكلام. جدا وعاوز بقى تبقى ديت اتصال بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى ووسيله لصفاء قلبي صحيح. الناس اللي هي الاصفياء الاتقياء الجمال دول عند ربنا سبحانه وتعالى لهم مكانه تانية ومنزله عظيمه جدا عارف يا كريم يعني دايما كده ربنا سبحانه وتعالى ايه قال وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار المصطفين دي جايه من ايه من الصفاء والنقاء ومش أبقى من أصحاب الصفاء إلا لما يسقيهم شوية ميه صافية دائما كده من من صفات المياه الات بتاع المياه كده يقولك ايه ده مياه ايه صافية يقولك اشرب شوية ميه صافية السماء لما تكون جميلة تبقى امتى لما أم تكون صافية يقولك سماء صافية طب ما يلا بفضل الله عز وجل على الطلمبات الحبشية اللي الناس بتشرب منها ونشرب 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 الناس مية نقية صافية جميلة وتبقى من أصحاب الصفاء فربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه بقى ولله المثل الأعلى يصفي حياتك من الأجدار اي حاجه مكدره ومعكره عليك طبع حياتك طبع وربنا هيصفها لك بفضل الله عز وجل عندك مرض بفضل ربنا عز وجل ربنا هيصفه لك من اعجب الاشياء اللي شفتها من اعجب الاشياء لقيت واحده جايبه بفضل الله عز وجل صدقه في سقي الماء وفي وصلات الميه بتقول لي بنيه ان ربنا يشفي سيلفي ولا نعم بتقول لي سيلفي عيان ولا سيلفك ده هو اللي تعبان يعني مش جوزك قالت لي لا الحمد لله، ولا انت؟ لا. ولا اولادك؟ قالت لي لا. قلت لها لسلفك؟ انت بتتكلمي جد اللي هو اخو جوزها. قالت لي اه بسبب انهم صدقوا مع ربنا سبحانه وتعالى واعادوا الحياه لبيت كامل بوصله ميه جميله فربنا سبحانه وتعالى هو الكريم. ونعم بالله. والكريم اذا اعطى ادهش فربنا اعطاهم وزياده بفضل الله عز وجل. شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. يعني النعم اللي انا ربنا سبحانه وتعالى ادها ديت ابتغي بها ايه وجه الله عز وجل الدورة الاخره اللي بتعمله هنا هتشوفه هناك الاخره مرايه للدنيا بتعطي هنا تعطي هناك بتستر هنا تستر هناك بتجبر خاطر هنا هيجبر خاطرك هناك بفضل من ربنا عز وجل وخليك كده مع الله عز وجل من الناس الحلوه الناس الحلوه في الجمهوريه الجديده انت عارف والله ما هننضم ابدا والله ما هننضم عارف ليه لان في ناس حلوه انا بقابلها والله بجد كنت في زياره لمؤسسه نبض الحياه الاسبوع اللي فات فانا نازل كده لقيت بقى الناس وهي بتتصدق لله سبحانه وتعالى فانت عارف بروح داخل كده ايه اقعد <applause> <applause> معاهم الدنيا فيها ايه فلقيت سته طيبه جدا 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 شابه جميله الله هو أجشيك جدا وراقيه قوي بسم الله ما شاء الله قاعدة كده فبقول لها ايه عامله ايه؟ انت اهلا ده انا نفسي اقابلك وبتاع والكلام ده، ده انا متابعاكم ومتابعة طاقة نور وبسم الله ما, ما بسيبش حلقة، الله ما تصورش فرحتنا قد ايه. قلت لها ايوه قولي لي بقى انت جاي النهارده تعملي ايه؟ قالت لي انا جاي نعمل النهارده في سقي الماء. قلت لها الله حبيبتي تعالي لي بقى في ملعبي، انا بحب سقي الماء. طبعا بتعملي ايه؟ قالت لي ما فيش شهر يعدي الا والمرتب بتاعي اروح أسمانه الصين نص اصرف منه ونص خرجوا لله سبحانه يا سلام وتعالى وبخاصه بقى في سقي الميه يا سلام يا, يا جماعه يا جماعه بالراحه وعلى فكره اللي بتقسمه نصين ده ممكن يطلع في الاخر على بعضه كام؟ انا بقول لحضرتك اهو بسم الله ما شاء الله لا شوف شوف الجمال طبعا. هي متعلقه بايه؟ بالله ومتعلقه بايه؟ بالدار الاخره ومتعلقه ان ربنا يحللها حياتها مريض بفضل الله عز وجل تصدق يعني دوا مرضاكم بالصدقه آه عندك في الدنيا عندك في الدنيا الدنيا عندك صعبه لا يسر على غيرك ربنا سبحانه وتعالى صحيح. مش هيجعلك يسر طبعًا عيب طبعًا لا طبعًا يجعل لك يسرين فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى عندنا في اللغه العربيه يقول لك الالف واللام للجنس يعني العسر الاولاني هو العسر الثاني انما اليسر الاولاني مش هو اليسر الثاني غير اليسر الثاني يبقى مع طبعًا كل عسر يسرين طبعًا يسرين طبعًا يعني يسر على الناس بفضل من ربنا ويا رب بس كلامنا ما يكونش مجرد سطور ولا كلام بيدور جوه الصدور كلامنا بعده وصلات خير أيوة عند كل الناس هتدور أيوة. ونفتح شاء. لكل حبايبنا طاقه نور إيه اللي بنشطب حلقته <applause> النهارده يعني والله دايما بنسعد بوجودك معانا دكتور انا دكتور. أسعد, اسعد والله وربنا يكثر زياراتك اللي, ليها لي علاقه بوصلات الميه يعني لان انا عارف ان هو اكثر الناس اللي بيسعدوا يعني بيكون سعيد اكثر من الناس اللي رحلوا من الوسط شخصيا بشكرك على وجودك معانا نورتنا يا حبيبي ادام الله إيه؟ هذا الحب الله ده انا لما الى علم ان لسه عندنا دقيقتين الله 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 كان الله برضه الله. لسه عندنا المزيد من التفاصيل بالمناسبه طالما في دقيقتين فاضلين هل في امكانيه ان انا لو انا دلوقتي حابب قوي ان انا أشت... اشارك معاكم بوصله ميه تمام وفي نفس الوقت عايز استاثر لنفسي بيها مش عايز ادخل فيها بالاشتراك مع حد ومعيش المبلغ كامل في تقصيد مساحه للتقسيط تقسيط مفيش ادنى مشكله خالص حد او اقصر المده اللي ممكن اقسط عادي خالص خالص ما بتكتمل المبلغ المبلغ بيكتمل كامل آه. آه. بتاخد صك آه بواسطة الميه بتاعتك م. تمام بفضل من ربنا عز وجل وبتبدا تتعمل لك الوصل عادي م. خالص يعني طريقه تقسيط موجود تقدر بالمساهمات موجود مساهمة اللي معاك في ناس كمان ما معاش خالص بس عارف بيعمل ايه؟ بيدل غيره طبعا ايوه طبع. بيدل طبع. غيره صحيح اه يقول له تعالى ده في عندنا كذا وكذا 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 وتعالى تم تعمل معايا وصله ميه طب ما نشترك مع بعض وفي بقى ناس جميلة جدا 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 بيجتمعوا مع بعض كده عيلة تجتمع مع بعضها شهريا يقول لك ايه شهريا كده احنا لنا مع مؤسسة عبد الحياة وصلت ميه وفي بقى ناس حلوة جدا 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 من شبرا حاجة زينب من شبرا يا, يا الله يا الله يا الله حاجة سحر يا حبيبتي الناس الحلوة الجميلة جدا دي عارف دول دول اما بسمع صوتهم كده في في ناس كده على فكرة يا استاذ كريم اول ما تسمع صوته بس فرج من ربنا جاي انا عارف زي ما حضرتك لسه بتحكي دلوقتي انا ببقى فرحان اكتر من الناس اللي داخلها واصل الموضوع انا عندي بعد دي زر تشكل ده وبنشوف بنشوفه على فكره بنشوف له مظاهر كتير في التقارير انت نورتنا دكتور مصطفى بشكرك على وجودك معانا ربنا لك يا الخطوه الاولى دايما من عندكم اكيد انا بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه وان شاء الله نشوفكم على خير